الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وأشرف المرسلين، وخاتم النبيين، وقائد الغر المحجلين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وارض اللهم عن أهل بيته وزوجاته وأصحابه والتابعين والعلماء والصالحين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى طبية. موضوع حلقة اليوم أحكام النساء. إن الإسلام تكلم عن النساء وأعطى للمرأة حق عظيم، فاحترمها فتاة وأمر بتربيتها تربية إسلامية كريمة. ولذلك جاءت آيات عظيمة كريمة وأحاديث نبوية وافية وافيرة تحثنا على أن نحترم المرأة وأن نعطي لها حقها. فجعل هناك أبواب في الفقه تسمى أحكام النساء، من طهارة وحيض ونفاس ومعاملات وغير ذلك. ولذلك جاءت سورة كاملة في القرآن تسمى سورة النساء، وهي مدنية النزول، موجودة في المصحف الشريف، السورة الرابعة بعد آل عمران وقبل المائدة، عدد آياتها 176 آية، وهي مدنية النزول، وبدأت بيا أيها الناس اتقوا ربكم إلى آخر الآية الكريمات. ولذلك أحكام النساء كثيرة جدا، منها احترام المرأة، ومنها احترام إذن زوجها إذا أرادت أن تخرج من بيتها لابد أن تحترم زوجها. ولذلك الإسلام حرص على هذه المرأة لأنها نصف المجتمع، ولأنها مكانة عالية عظيمة في الإسلام. ولذلك القرآن يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، كما جاء في سورة الفرقان. ولذلك القرآن يقول في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان في التربية، وأمرنا أن نربي بناتنا تربية سديدة إسلامية، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، رباها النبي صلى الله عليه وسلم على نهج القرآن والسنة. ولذلك يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم من أوتي أربعة من البنات فأدبهن وأطعمهن وكساهن أدخلناه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة فإن كنا ثلاثة يا رسول الله، فقال فإن كنا ثلاث، قال فإن كانت اثنتين، قال فإن كانت اثنتين، قالت فإن كانت واحدة، قال وإن كانت واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام يعني جعل المرأة مكانة عظيمة، ونظر إليها بأنها لها دور عظيم في المجتمع، ولها دور عظيم في بيتها وفي تربية أولادها. ولذلك آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، كما أمر الله الرجال أمر الله النساء. ولذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كما جاء في سورة النور. ولذلك القرآن يا أيها النبي في الأحزاب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذن الإسلام أمرنا أن نحسن التربية وأن نحسن اختيار الزوجة، وأن المرأة لها واجبات وعليها حقوق، تعلم أن لها مكانة عظيمة في بيت أبيها في قلب أبيها وأمها ثم في بيت زوجها، لا تخرج إلا بإذن زوجها، كذا جعل الإسلام أمرها. حتى إذا أرادت أن تصوم المرأة صياما تطوعيا لا بد أن تأخذ إذن زوجها، أما إذا كان الصيام فريضة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن جعل الإسلام لكل منا ضوابط يسير عليها، وجعل لكل إنسان سواء رجل أو امرأة حقوق وواجبات له وعليه،
يفعل كذا ولا يفعل كذا. وكنا نساء الأنصار يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلسنا معه ويسألنه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. وجاء في مسند أحمد أن أم سليم كانت تسمى متحدثة باسم النساء الأنصار، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها وفد من النساء، فجلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنا عن أمر الدين. فلما سمعنا صوت الفاروق عمر استأذننا النبي صلى الله عليه وسلم وتبادرنا إلى الداخل حياء من عمر الفاروق رضي الله عنه وعن كل الصحابة أجمعين. فلما دخل الفاروق عمر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، فقال السلام عليك يا رسول الله، أراك مبتسما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا عمر، نعم كان معي بعض النسوة يجلسن معي، فلما سمعنا صوتك تبادرنا إلى الداخل حياء منك يا عمر. فقال الفاروق عمر يا رسول الله، أتأذن لي أن أتحدث معهن؟ قال نعم. فقال النبي الفاروق عمر أنتن عدوات أنفسكن، يخاطبهن من وراء حجاب لأن آية الحجاب قد نزلت في المدينة المنورة، أنتن عدوات أنفسكن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالحياء من عمر. فردت أم سليم وقالت يا رسول الله، أتأذن لي أن أرد على صاحبك عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أم سليم. فقالت إن رسول الله رحيم ولكنك غليظ يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة المرأة عمر. إذن من هذا الأثر الشريف العظيم الذي جاء عند أحمد وغيره أن المرأة كانت تسأل، ومن حقها أن تسأل عن أمر دينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، ألا وهي الطاهرة المطهرة التقية النقية البتول أم المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما. تفضل أستاذ سام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم فضيلة الشيخ. تفضل يا أستاذ. ألو. تفضل يا أستاذ سام معك. تفضلي. هو أنا يا فضيلة الشيخ كنت بروح أصلي. نعم. تمام، يوم الجمعة بصلي أنا الجمعة بس يعني. نعم. بروح أصلي الجمعة في الجامع بس جوزي مش بيرضى. نعم. انتهيت من السؤال يا أستاذ سام؟ أيوه. السؤال الزوج لابد أن يستأذن في أمر الزوجة كلها، ولكن لابد أن يقنع، لابد أن تتكلم معه تتحدثين معه أن صلاة الجمعة، لأن هناك خلاف بين الفقهاء في صلاة المرأة في مسجدها أم في بيتها، أحاديث كثيرة يطول شرحها الآن. ولكن الزوج إذا كانت الزوجة لديها وقت وتستطيع أن تذهب إلى المسجد لا بأس أن تذهب إلى بيت الله عز وجل في يوم الجمعة لتسمع خطبة الجمعة وتأخذ من أمر دينها وتستفيد من خطبة الجمعة، وهذا يعد فيه طاعة لله ورسوله جل في علاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الأخت السائلة عليك أن تستأذن الزوج الكريم وأن تقنعيه بأن هذه طاعة وأن هذه فريضة، لأن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ومسلمة نسعى إليها. ولذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا نداء عموم لجميع المؤمنين نساء ورجال، إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا الزوج الكريم يتفهم ذلك ويعلم أن هذا العمل أو هذا السعي فيه طاعة لله ورسوله وفيه تنفيذ لأمر الله جل في علاه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الزوجة ويوفق جميع السادة المشاهدين إلى ما فيه الخير، وأن يوفقنا إلى طاعة الله وصلاح البال والحال إن شاء الله تعالى. هل هناك سؤال ثاني يا أستاذ سام؟ عفوا. إذن الإسلام أمر المرأة أن تحترم الزوج وأن تقدر كلمته وأن تكون صادقة. من أجمل الأشياء في الإسلام أن يكون هناك إخلاص بين الزوج والزوجة حتى تكون الحياة مستقرة، لأن هذه شركة قد قامت على طاعة الله عز وجل. ولذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا أروع الأمثلة في الحفاظ على الزوج وفي الصدق مع الزوج وفي الأمانة، وكنا يقمنا الليل وكنا يصمنا النهار رضي الله عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نساء الأنصار ونساء المهاجرين
كنا يستمعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقنا أوامر الله عز وجل. فالمرأة لابد أن تعود إلى ما كانت على سابق عهدها من أوامر الله عز وجل وتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من آخر وصايا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قبل موته: استوصوا بالنساء خيرا. أوصانا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن نحسن إليهن وأن نكون أمناء وصادقون معهن في المعاملة. ولذلك إذا كان الرجل صادقا والمرأة صادقة وهناك معاملة طيبة بينهما خرج الأبناء كانوا أمثال صالحين كأمثال الصحابة الكرام وأبناء الصحابة الكرام. ولذلك المرأة كان لها دور عظيم قديما وحديثا وما زال لها دور فعال. المرأة إذا مشيت على أمر كما جاء في الحديث: إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تفتح لها أبواب الجنة من أي الأبواب تدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة التي مات ابنها وزوجها في سفر وجاء وسأل عن ابنها فقالت أنه قد استراح قليلا، فحتى استراح الزوج وأكل وطربها للفراش في هذه الليلة، ثم قالت له: يا زوجي، زوجة عروة، هل أن لو أن جيران لنا أو دعوا عندنا أمانة ثم أخذوها هل نحزن عليها؟ قال: لا. قالت: إذن الله عز وجل استرد أمانته. ماذا تقصدين؟ قالت: إن ابننا قد ذهب إلى مثواه الأخير. فقال الرجل: إن لله وإنا إليه أراجعون. وجاء أيضا في الأثر أن ضيفا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يسألهن عن طعام. فكلما ذهب إلى زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم رسول النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك طعام؟ تقول: ليس عندنا إلا الماء. يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما قالت أم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين صفية إلى باقي زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فقام أحد الأنصار وذهب إلى بيته وقال لزوجته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه ضيف، هل عندنا طعام؟ قالت له: نعم، عندنا طعام يكفي الضيف، لو أكل الضيف ما أكل الأولاد، ولو أكل الأبناء ما أكل الضيف. فقال: يعني الأولاد اجعليهم ينامون، تحايلي عليهم حتى يناموا، فإذا جاء الضيف فتصنعي أنك تصلحين المصباح، فإذا وضعت الطعام أمام الضيف أكل الضيف ونحن لا نأكل، كرامة لله وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت المرأة ما قال لها زوجها، فجاء بضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له الطعام وتصنعت أنها تصنع المصباح وأطفأت المصباح وأكل الضيف ولا يرى أن يد الزوج لا تصل إلى الطعام، فأكل الضيف وشبع ونام. فإذا أصبح الصباح أخذ الرجل الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إن الله قد عجب من صنيعكما وشكر لكما وغفر لكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مشاركة وهناك حياة تقوم بين الرجل وبين الزوجة على الإيمان وعلى الصدق وعلى طاعة الله عز وجل. فعلى بد لكل زوج أن يأمر الزوجة أن تطيع أمر ربها وأن تصلي خمسها وأن تصوم شهرها وأن تتقي الله في دينها وفي زوجها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند مسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل محمود. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم ورحمة الله. عايز حاجة تفيدني بسؤال بس. تفضل. احنا عندنا في الصعيد يا فندم الافراح فبيجيبوا فيها مشروبات محرمة زي البيرة وزي الحشيش والكلام ده، تمام؟ تمام. وفرح اخويا انا بعد اسبوع ان شاء الله، وده سبب ان انا عملت معاه مشكلة علشان خاطر التجهيزات للحاجات اللي هي محرمة دي. نعم. فهل احنا كأسرة علينا وزر في الموضوع؟ يعني مش احنا اللي بنشتري الحاجة المحرمة دي، سواء بيرة او حشيش والحاجات اللي هي يعني متداولة عندنا في الافراح. نعم. فهل احنا علينا وزر؟ هو إذا كان هذا الأخ يعني لا يفهم أمر دينه فعلينا وعلى المجتمع كله أن يبين له وأن يوضح له أمر الحلال والحرام، وأن يعلم أن هذه المخدرات يعني فيها انتهاك لشرع الله عز وجل وفيه تعدي على محارم الله عز وجل. والقرآن يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
ولذلك تقاس الخمر والكحوليات كلها على الخمر، وكل ما يذهب العقل فهو حرام، والقاعدة الفقهية تقول ما كان أكثره مسكر فإن قليله حرام. هذا الأخ الذي يتزوج لابد أن يبدأ حياته بطاعة الله عز وجل، وأي فرح يبدأ بمعصية الله عز وجل بالتجارب التي نراها جميعا في المجتمع يكون مصيره التفكك والفشل والطلاق والعياذ بالله. فلابد أن ننصح هذا الشاب وكل شاب يقدم على الزواج، نقول له ابدأ حياتك، ابدأ حياتك بطاعة الله عز وجل. لو بدأت بطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام لا يمنع الفرح ولا يمنع السرور، بل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد يعني جاريتان من الحبشة تغنيان ومعهما دف، فقال الصديق مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال النبي دعهما أبا بكر إنه يوم عيد. من هذا الحديث الشريف تبين أن الإسلام لا يمنع الفرح ولا يمنع السرور ولا يمنع التهاني، بل أمر بالمشاركة وأمر، ولذلك القرآن يقول في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن نقول للأخ الذي يقدم على الزواج تفرح وتسعد وتفعل ما تحب في غير طاعة الله عز في غير معصية الله عز وجل، يكون في إطار الشرع الحنيف، يكون تحت مظلة الإيمان ومظلة الإسلام. وإذا بدأ الزواج بمعصية الله، أنت أخي السائل الكريم تجنب هذا الحفل ولا تحضر فيه، لأن فيه معصية، والمؤمن ينأى بنفسه ويبتعد بأولاده وزوجته عن مكان فيه معصية لله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجالس الإنسان شارب الخمر من الملعونين السبعة وقيل العشرة وشاهدها أو حاضرها، فإذا جلس الإنسان مع قوم كأنه أراض عنهم، فتستطيع أن تستقبل الأضياف، تستطيع أن تقدم الطعام إذا وجد ذلك، وهذا من السنة الوليمة في الطعام وليمة الفرح من السنة النبوية الشريفة، ولكن لا تشارك من قريب ولا بعيد ولا تشرف على هذا الحفل، بل تقول حرام حرام، اتقوا الله وابتعدوا عن هذه الأشياء. تقول إذا كان أخ كبير ينصحه، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم. تفضل استاذ اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ. تفضل استاذ اشرف. اهلا، انا معجب بحضرتك وربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. ويزيدك من علمك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بس عايز اسال حضرتك على سؤال يعني. اتفضل. انا عايز اعرف شرعيه الطلاق الشفهي، يعني ايه موضوع الطلاق الشفهي ده؟ يعني بالبق شرعا ولا مش شرعا؟ ماشي يا استاذ اشرف ان شاء الله. هو الطلاق الشفهي حاليا يعد أنه مشكلة الساعة، وهو محل طرح بين العلماء، وتكلم فيه هيئة كبار العلماء بأن الطلاق الشفهي يقع إذا كان الإنسان قد عقد نية الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا كان يعد طلاقا في عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا محل خلاف بين العلماء على الساحة الآن، منهم من يقول يقع ومنهم من يقول لا يقع، لكن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أدامه الله علينا وبارك الله في علمائه وفي شيوخه قالوا أن الطلاق الشفهي يقع لأنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الطبيعي أن يكون المسلم صادق، فإذا كان قد نوي الطلاق وقال لزوجتي أنت طالق بلفظ صريح ويعقد نية الطلاق فلماذا لا يقع؟ والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم. هل هناك اتصال آخر؟ إن شاء الله. إذن الإسلام أمر المرأة أن تحسن إلى أولادها، وأن تتجنب مجالس السوء، أن تتجنب الغيبة والنميمة، أن تسمع فرض الله عز وجل، وأذان الحق يرفع، فتترك كل ما في يدها وتقوم لتؤدي صلاتها. وجاءت بالتجربة في المجتمع، إذا كانت المرأة تصلي كان الأبناء يصلون، إذا كانت المرأة صادقة فالأبناء يكونوا صادقون، وهكذا. فعلينا جم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا سيف؟ بارك الله فيك يا فندم، اتفضلي. اسال حضرتك سؤال لو سمحت. اتفضلي. هو الاختيار انا فاضي باستمرار وان انا اوضع يا حضرتك وطي التلفزيون شويه. لو سمحت يا استاذ سالم وطي التلفزيون شويه. حاضر. اتفضلي. عايزه اواظب على الصلاه. نعم. باستمرار. تحب تواظب على الصلاه باستمرار؟ افضل شيء ان تحافظي على الصلاه في اوقاتها، افضل شيء تحافظي على الصلاه في اوقاتها انك اذا سمعتين الاذان تتركين كل شيء وتقومين للصلاه.
لأن الصلاة إذا تراكمت يكون الإنسان قد خالف أمر الله عز وجل. جل العلماء يقولون في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، كما جاء في سورة مريم. قالوا لم يضعوها، لم يتركوها بالكلية، بل أخروها عن وقتها. وقال القرآن في سورة المعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى إذن الإنسان لا يترك الصلاة. وقال بعض العلماء أن الإنسان إذا وضع في نفسه وفي عقله أن هذا آخر أذان يسمعه في الدنيا وآخر صلاة يصليها، فهل بالله عليك هل يؤخر الصلاة أم يقوم للصلاة ويفزع للصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني آلمه أمر، يفزع إلى الصلاة. ولذلك القرآن: يا أيها الذين يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذن هناك استعانة بالصبر وبالصلاة، فلا بد أن تؤدي الصلاة في أوقاتها، ولا يوجد هناك عذر يبيح إلا السفر أو المرض الشديد، أو الإنسان مسافر له أن يقصر في الصلاة. وهناك أحكام في الشرع عديدة وعظيمة، لكن الصلاة في وقتها كما جاء في حديث ابن مسعود عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يضع في نفسه أن هذا آخر أذان وآخر صلاة أصليها، فلا يؤخر صلاة إلى وقت آخر، ربما يدركه الموت ويسأله الله عن هذه الصلاة. فاجتهدي في الصلاة، دائما حافظ على الوضوء، دائما حافظ على أذكار الصباح والمساء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك وأجساد المشاهدين أجمعين إلى أداء الصلاة في أوقاتها، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم. هل سؤال تاني؟ إن شاء الله. فالإسلام عندما تكلم عن المرأة، انظر إلى حياء المرأة في الإسلام، ما الذي حدث؟ عندما وقف سيدنا موسى عليه السلام ووصل إلى ماء مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام رعى الغنم لشعيب عليه السلام 10 أعوام من أجل أن يتزوج بزوجة صالحة. هذا دليل، لا أحد يقول قلة المال أو قلة العيش، لا، هو يبين لنا هذا الأثر كما جاء في سورة القصص مفصلا وموضحا. هذه السورة العظيمة القدر في القرآن الكريم بين أن المرأة لها مكانة عظيمة، وسيدنا موسى تزوج وتخير لنفسه واختار الزوجة الصالحة كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تزوجوا الودود الولود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في كل شيء وبالصدق، وبأن نتقي الله في زوجاتنا، نتقي الله في أنفسنا وفي أبنائنا وفي بناتنا، نغرس فيهن القيم الإسلامية ومبادئ الإسلام، ونغرس فيهن الرحمة والتعاون في المجتمع وحب البلد والإحسان إلى الغير وكف الأذى وغض البصر وحفظ الجوار وحسن الجوار، وكل ذلك جاء في تعاليم الإسلام. تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله ازيك يا عم الشيخ؟ بارك الله فيك ست. تفضل يا مدام، اكرمك الله. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عندي ابني، نعم، غلبني ومش بيرضى يروح المدرسه، وبصلي وبدعي له ومش عارفه اعمل له ايه. ان شاء الله، ان شاء الله عليك بالدعاء، لان دعاء الام لابنها مستجاب كما اخبر بذلك الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وانا شخصيا ادعو الله له بالهدايه والتوفيق، وعليك ان تقولي الايه الكريمه: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. هذه آية كريمة في خواتيم سورة الفرقان، لو حضرتك تجدين القراءة تفتح المصحف إن شاء الله تقرأ هذه الآية ترددينها وتدعو الله له في وقت السحر وفي وقت نزول المطر وما بين الأذان والإقامة، دعوة لا ترد،
ودعاء المسافر إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يوفقه للدراسة وأن يوفقه للعمل الصالح وأن يكتب له النجاح والتوفيق. لا تملينا أم محمد بالدعاء، الدعاء عظيم جدا كما جاء في صحيح مسلم، الدعاء هو العبادة، وجاء عند الترمذي الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتدعو الله بهذه الآية العظيمة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. وربنا سبحانه وتعالى يوفق ابنك إن شاء الله وجميع أبناء المسادة المشاهدين، والله أعلى وأعلم. هل سؤال آخر؟ عفوا. فالإسلام يعني ننظر للقرآن العظيم، تكلم على أم موسى وتكلم عن زوجة موسى بالتلميح وليس بالتصريح، لأن هناك جاء بالتصريح السيدة مريم، المرأة الوحيدة التي جاء ذكرها في القرآن. ومن الإعجاز العددي في القرآن أن أن الرجل ذكر 24 مرة والمرأة ذكرت 24 مرة. سبحان الله. لماذا؟ لأن النساء يعني لها مكانة عظيمة، ولأن جميع أوامر الإسلام تخص المرأة وتخص الرجل، عندما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يقصد المرأة ويقصد الرجل، عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يقصد المرأة ويقصد الرجل، سبحان الحج يستوي فيه المرأة ويستوي فيه الرجل. ولذلك الإسلام لم يهمل أحد، والإسلام أعطى كل إنسان قدره وأعطى كل شيء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى رحمة القرآن بأم موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أم موسى لم تكن نبية، ولكن الله عز وجل أوحى إليها، والوحي في غير الأنبياء يكون عن طريق الرؤية المنامية أو الإلهام، لأن هناك وحي بواسطة ووحي بغير واسطة. الوحي بواسطة هو أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، وهو لم يتنزل إلا على أنبياء الله وعلى رسل الله فقط. أما عندما تكلم القرآن عن أم موسى عليه السلام تكلم أن الله ألقى في خلاجات قلبها أو في نفسها، ولذلك بعدها بأربعة آيات يقول الله عز وجل: لولا أن ربطنا على قلبها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يبقى إذن تكلم القرآن عن أم موسى، تكلم عن فؤاد أم موسى مرة، وعن قلب أم موسى مرة، وعن أخت موسى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن الإسلام يعني اهتم بالمرأة واعتنى بها وأعطاها حقها وجعلها مشهورة وجعلها مكانة عظيمة عالية. فأدعو جميع الأخوات والساد المشاهدين والسيدات المشاهدات الكريمات الفضليات أن يلتزمنا بطاعة الله عز وجل، وأن يلتزمنا بطاعة الله ورسوله، وأن يؤدينا الصلاة في أوقاتها. وعلينا بأن نربي الأولاد تربية إسلامية، أن نجلس على المائدة فنقول لهم هكذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ ببسم الله ونختم التعامل بالحمد لله، نقول أذكار الصباح والمساء كما علمنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، نقرأ القرآن، نقرأ أولادنا القرآن، نربيهم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ندعو لأبنائنا بالخير ولا ندعو لهم بالشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تدعو المرأة على ابنها بشر ألا تصادف ساعة إجابة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء ومكروه. اللهم إنا نسألك السلامة في الجسد والأمان في البلد والصلاح في الولد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سبب لمن اهتدى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا وعلى خير نراكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.